عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنكمل البروجكت بتاع الاديوكيشن بتايم ليف. اول حاجه عاوزين نكريت البروجكت، فهنفتح التايم ليف بتاعنا وهنعمل نيو بروجكت. هنختار حاجه اسمها هنا سبرينج انشلايزر، لازم تكون كونكت بالانترنت، وممكن لو مش حابب تكريته من على الانتاجي ممكن تروح على الانترنت وتكتب هنا سبرينج انشلايزر وتخش كليك على هنا على سبرينج انشلايزر. برضه هيجيلك نفس الحاجات اللي هيجيلك دلوقتي في انتريشي، ايا كانت الطريقه زي ما انت حابب. بعد ما عملت كليك هنا على سبرينج انشلايزر هعمل نيكست. هنا الجروب ممكن نشبهه بالدومين، فجروب هنا هيبقى كوم، هعمل دوت سبرينج ايا كان، يعني زي ما انت حابب. الارتفكت اخليه education. هنا الطيب مافن، هنشتغل مافن عشان ده في الديفيدنس بتاعنا. اللانجوج هنشتغل بلغه الجافا. الباكجنج الجار، عندك الجافا فيرجن، انا مثبت عندي عامل انستول على الجهاز الجافا 15 و11 و8 حسب ما انت مسطب، ممكن تشتغل ب8 عادي، انا هشتغل ب11. الفيرجن سناب شوت سيبه زي ما هو. النيم الاديوكيشن، اسم البروجكت بتاعنا اديوكيشن، هنا في ايه؟ هنا ده الديسكريبشن بتاع البروجكت بتاعنا، نخليه هنا اديوكيشن بروجكت فور سبرينج بوت اديوكيشن. وهنا دي بقى الباكج بتاعتنا اللي هنبني من عندها البروجكت بتاعنا، هتبقى كوم دوت سبرينج دوت اديوكيشن، وهعمل نيكست. هنا هضيف الديبندنس بتاعتي، فالديبندنس بتاعتي هنضيف بشكل اولي الريست ريبوستوري، وهنضيف سبرينج داتا جي بي اي، وهنضيف الماي سيكوال درايفر بتاعنا. ممكن نضيف دول بشكل ايه مبدئي واحنا شغالين، لو في ديبندنس ثانيه حابين نضيفوها هنضيفها واحنا ايه واحنا شغالين. هنضيف ده ونشتغل بدول بشكل مبدئي. هعمل نيكست. اسم بروجكت اديوكيشن، هختار البيز بتاعي education. المفروض على فكره كنا ضفنا في الجار بتاعتي في الديبندنسي كنا ضفنا تايم ليف، بس هنضيفها واحنا ايه واحنا شغالين. واعمل اوكي واعمل فينش. كده هو كريت البروجكت بتاعي تمام. ان شاء الله بقى من المره الجايه نشوف فكره المشروع، وباذن الله بعدين نخش بقى على الداتا بيز والموديل. يا رب يكون الفيديو فيه استفادة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.